بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معلش يا جماعة، أنا كنت بس مستني الناس تجمع. النهاردة بفضل الله معانا العجلات اللي تحت عشر، معانا 5 عجلات، 4 تحت تلقيح، يعني نقول 2 تحت تلقيح اللي هما دولت. ونورت الفول دي يا جماعة، عمر 14 شهر، جاهزة للتلقيح. يعني معانا اعمار بتبدأ من 9 شهور ل 14 شهر، من 9 شهور ل 14 شهر. معانا عجلة واحدة عمر 9 شهور، معانا الهولشتاين الالمانة ديت عمر 11 شهر، معانا المونبليار الالماني ديت عمر 12 شهر، معانا نورت الفول ديت من 14 ل 15 شهر. ماشي، ديت اللي جاهزة للتلقيح. العرض مقدم من ابو زياد خليل، 010-9-12-44-501. رقم التليفون تاني يا جماعة، 010-9-12-44-501. معانا المونبليار ديت عمر 9 شهور. دي يا جماعة حاجات بسم الله ما شاء الله، بيور دم اول حاجة بسم الله ما شاء الله. ديت عمر 12 شهر، ديت برضك بنت الألمان يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. معانا ديت برضك بنت الألمان ديت عمر 11 شهر، ديت يا جماعة عمر 11 شهر. أنا بحاول أجيب لكم عجلة عجلة اهوت عشان العدد مش كبير قوي. معانا دهيت برضو، دي بنت الألمانة يا جماعة، يا جعانة حبة بس عجلة بسم الله ما شاء الله، برضو المقاسات وكل حاجة بسم الله ما شاء الله، الفتحة فيها بسم الله ما شاء الله، الصنف اللي ربنا خلقه كله. ديت عمر 12 شهر. رقم التليفون يا جماعة 010-9-12-44-501، رقم التليفون 010-9-12-44-501. العرض مقدم من ابو زياد خليل. قلنا يبقى الوحيدة اللي فيهم جاهزة للعشر من الصبح بفضل الله، تلقى على طول. نورت الفول ديت، دي مش بنت الالمانية يا جماعة، اقسم بالله دي بنت الامريكي الاصلي. ماشي، حاجة بسم الله ما شاء الله. السعر يا جماعة هيبدأ معانا من 17,000، للكبيرة دهيت ب25,000. دهيت بسم الله ما شاء الله بذرة فيها من الصبح ب35,000، وتستلم مني بيت ولد سن كل حاجة بفضل الله. لو لقيت فيها بيت الولد فيه غلطة بحقه، بيت الولد بس فيه غلطة بحقه. فانا مديك النهارده ديت فوق ال 350 كيلو بفضل الله ب25,000، بفضل الله وبفضل الله احسن من 30,000 اللي فهمها. ماشي، معانا الاسعار الثانيه، المونبليار ديت ب 18، ماشي، ومعانا حاجه ب 19، معانا حاجه ب 21، معانا حاجه ب 19. ماشي، يعني دي ب 21,000، ماشي، دي ب 19,000، دي ب 18,000، ده ب 19,000. رقم التليفون يا جماعه 010-9-12-44-501، رقم التليفون 010-9-12-44-501. العرض مقدم من ابو زياد خليل، العنوان قطور غربيه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل يلا.